أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نفتح فيها ملف تعز من جديد ومسؤولية السلطة المحلية في المشاكل التي تعانيها المحافظة ودورها في كل ما يحدث. تزداد الحالة سوءا في تعز وتغرق المدينة في حروب كثيرة داخل الحرب الأكبر التي يشنها الإنقلابيون منذ أكثر من عامين. باستثناء ما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال، فإن الوضع في محافظة تعز يمضي نحو الأسوأ على مختلف الأصعدة. خدمات منقطعة على معظم المناطق التي استعادتها الشرعية، ومؤسسات خارج الخدمة على الرغم من مرور أشهر طويلة على تحرير معظم المدينة. تنقطع رواتب موظفي المحافظة لأشهر قبل أن يتم صرفها في ظل حصار على المحافظة، على الرغم من طرد الميليشيا من معظم مناطق المحافظة. أيضا تبقى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤول الأول عما يحدث في تعز، لكن على الجهة الأخرى تقف أيضا السلطة الشرعية والتحالف لدورهما السيء في تأجيل استكمال تحرير المحافظة وعدم دعم السلطة المحلية لاستعادة الحياة في المناطق التي تسيطر عليها. خلال الأشهر الماضية ظهر صوت يحمل السلطة المحلية الجزء الأكبر من مشكلة تعز، كون هذه السلطة أو بعض قياداتها على الأقل تعمل على عرقلة استعادة المؤسسات لعملها، مما أدخل المحافظة في دوامة من العبث والانفلات الأمني والمؤسسي، وهو السبب الذي يقف مباشرة وراء عدم عودة الحياة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. محافظ المحافظة بقي خارج مقر عمله منذ تعيينه، فيما وكيله الأوسع نفوذا والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة ويعد الرجل الأول في المدينة، تتجه إليه الكثير من الاتهامات والأسئلة حول مسؤوليته عن تدهور الأوضاع الخدماتية والأمنية وانتشار أساليب العمل المسلحة الذي يهدد عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها داخل المحافظة. ما الذي يحدث في تعز ومن يتحمل مسؤولية ما يحدث هناك؟ وهل أصبحت السلطة المحلية جزءا من المشكلة التعزية؟ كان يفترض أن يكون معنا في هذه الحلقة الإجابة على هذه الأسئلة الوكيل الأول لمحافظة تعز عارف جامل، إلا أنه أغلق تليفونه بعد أن كان قد وعدنا بالحضور، أغلق تليفونه في الساعات الأخيرة، ولذلك سيكون معنا من تعز مناقشة هذه القضايا الأستاذ علوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، وعبر الهاتف سينضم إلينا الصحفي وسام محمد. أرحب بكم ضيفي الكريمين بداية، وأبدأ معكما بالسؤال الكبير حول ما يحدث في تعز. ما الذي يحدث في تعز ليصبح الوضع بهذه الصورة السيئة لتعز التي تم تحرير معظم أجزائها؟ والبداية معك دكتور فيصل الحذيفي. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة سؤالك ربما جوابه موجود في ذهن كل تعزي. تعز تعتبر سجن كبير مستمر بهذه الصفة، هذا على المستوى العلاقات المدينة مع محيطها. على المستوى الداخلي داخل المدينة هناك عبث مستمر في إدارة السلطة المحلية. نجد هناك تسابق على نهب المال العام وفرض أتاوات دائمة على المواطن التعزي، الذي ينطبق عليه المثل الشهير عريان فوق مخلوص. يعني تعز لها عدة نكبات، والسلطة المحلية تعتبر هي النكبة الكبرى على هذه المدينة. ستلاحظين بأن محافظ المحافظة قبل أن يشغل منصب المحافظ، ولكن كم عدد الساعات التي قضاها داخل المدينة؟ أتمنى أن يجيب عن ذلك. الأخ عارف جامل وهو وكيل أول المحافظة يعتبر بمقام المحافظ وتقع عليه المسؤولية الكبيرة. كنت أتمنى أن يكون معكم ليجيب عن أسئلة اللحظة عن ما يحدث في تعز باعتباره المسؤول الممثل للسلطة المحلية.
لماذا دكتور فيصل اعتبرت بأن السلطة المحلية أصبحت عبئاً على تعز وجزء من المشكلة؟ العمل داخل تعز يتحمل مسؤوليته طرفان اثنان، الطرف الأول وهو السلطة المحلية الذي يعتبر معين من قبل سلطة شرعية تمثل الدولة، وهي المسؤولة عن أمن المواطنين، حماية المواطنين، إغاثة المواطنين، الدفاع عن المواطنين، تنظيم احتياجات المواطنين. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني وهي القوة العسكرية التي يرأسها خالد فضل قائد المحور، هذا يرأس عدة ألوية هي التي تقع تعز تحت سلطانها العسكري، وبالتالي على هذين الطرفين تقع كامل المسؤولية. كل ما يحدث من اختلالات وقصور وعبث في تعز المسؤولية تقع على هؤلاء، على هذين الطرفين. المواطن التعزي ينتظر من السلطة الشرعية ممثلة بالحكومة السياحية المتنقلة عبر عواصم الوطن العربي والخليجي، وكذلك السلطة الشرعية داخل المحافظة وهي السلطة المحلية التي تعتبر امتدادا رخوا لسلطة شرعية رخوة. طيب سنتي لتفاصيل. نعم، الإدارتين مسؤوليتان، مسؤولية كاملة. إذن هذا المشهد يعني بحاجة إلى المزيد من التفكيك، سنأتي إليه في النقاش. الدكتور فيصل، تحول إلى الأستاذ وسام محمد الصحفي. وسام محمد هو موجود معنا الآن عبر الهاتف. بداية وسام مرحبا بك، والسؤال الأكبر للمشهد في تعز، ما الذي يحدث؟ كيف يمكن أن تصف ما يحدث في تعز برغم أن معظم يعني هذه المدينة والمحافظة محررة بحسب يعني ما يرد؟ مساء الخير أسوان، مرحبا بك وبمشاهدي قناة بلقيس، مرحبا بالدكتور فيصل. باعتقادي الحديث اليوم عن فشل السلطة المحلية وحتى عن الاختلالات الأمنية والمشاكل التي تعانيها تعز أصبح تسطيح للمشكلة. المشكلة أعقد من مشكلة أمنية أو مشكلة فشل في الإدارة. المشهد في البلد يتضح بالتدريج وفي المنطقة كلها، ونحن نعرف أن تعز كانت حاملة للثورة، الثورة تفجرت من شوارع تعز، ويجري انضاج الصراع ليصب في النهاية في مصلحة الثورة المضادة. من هي أطراف الثورة المضادة؟ هذا موضوع آخر، لكن أصبح من الواضح أن التحالف العربي الذي يفترض فيه دعم الشرعية ودعم السلطة المحلية ودعم لوجستي ودعم عن بعد، أصبح من الواضح أنه إذا دخل حتى في شؤون الحارات داخل تعز، هناك حارات مغلقة داخل تعز. اليوم الحديث عن أن المحافظ فشل في إدارة المحافظة كالحديث عن أن هذه فشل في إدارة الدولة. هؤلاء لا يسمح لهم التحرك إلا وفق مخطط مسبق، هؤلاء أصبحوا مجرد أدوات، أصبحوا مجرد يعني مثلا حتى المحافظ حتى وإن كانت نواياه سيئة، يعني حتى وإن كانت نواياه حسنة، حتى وإن كان شخص بارع، حتى وإن كان شخص إداري من مستوى رفيع وشخص محنك، اليوم عارف جامل يعمل له مشاكل داخل تعز. كيف بيعود المحافظ وعارف جامل يعني متسلط عمل نفسه محافظ أول؟ اليوم في أطراف مختلفة ومؤتلفة بنفس الوقت تشكل نواة لتفخيخ تعز لمصلحة الثورة المضادة، لمصلحة أو لنقول أنهم جزء من أدوات العقاب التي يستخدمها أطراف داخلية وخارجية لعقاب تعز لقاء دورها في ثورة فبراير. أعتقد أن التحليل والتوصيف يجب أن ينطلق من هذا المستوى. ما أبعد ما في المستويات التالية سيكون من السهل فهم لماذا يحدث هذا وكيف يحدث، ومن السهل أيضا معرفة مسؤوليات مختلف القوى
القوى السياسية، القوى المدنية، المجتمع، لأن الثورة كانت من فعل المجتمع نفسه، من فعل الشعب. المقاومة أيضا التي الآن يحاول أن يصادروها كانت أيضا من فعل الشعب، ومن فعل لم تكن يعني من فعل قوى سياسية معينة، ولم تكن بإرادة خارجية، ولأن الناس بادروا من المقاومة أنفسهم. فلماذا يتم معاقبتهم بهذا الشكل؟ طيب دكتور فيصل، إلى أي مدى تتفق مع طرح الأخ وسام؟ يعني يتحدث بأنه ما يحدث في تعز ربما ليس سوى مشهد أريد لتعز أن يبقى هكذا بأدوات محلية، يعني وليس تعثر حقيقي في إدارة المحافظة. نحن نقر مبدئيا بأن التحالف وضع يده على اليمن بشكل كلي، وتدخل في مسار السلم والحرب، لكن من قدم اليمن دون شروط للتحالف بهكذا دور أو كهذا أو هكذا مشهد؟ نحن اليمنيين. السلطة الشرعية هي التي قدمت اليمن بطبق من ذهب للتحالف دون أن يكون هناك اتفاق دولي يضبط هذا التدخل. لا نستطيع أن نفتح سماءنا وبرنا وبحرنا لقوى دولية أو أقليمية لأهداف محددة، وهو استعادة الدولة، بينما ما يجري على الأرض لا مجال لتحقيق هذا الهدف. نحن الآن في منتصف السنة الثالثة من الحرب، لكن المسؤول مسؤولية كبيرة ليس التحالف. نحن ما موقفنا من التحالف؟ لماذا سلمنا أنفسنا بشيك على بياض للتحالف بأن يعبث هذا العبث؟ للأسف يعني أنا أستغرب كيف تفرض الحرب داخليا وخارجيا على بلد لا يغاث بالشكل المطلوب، ولا يدعم باحتياجاته بالشكل المطلوب، ولا يطبب جرحاه بالشكل المطلوب، ولا تعن أسره المنكوبة والفقيرة والجائعة بالشكل المطلوب، ولا تصرف رواتبه بالشكل المطلوب. طيب دكتور يعني فيصل، إذا كنت تقول بأنه ليس مسؤولية التحالف وإنها مسؤوليتنا نحن، من تقصد بنحن؟ يعني من يتحمل المسؤولية المحلية بدرجة رئيسية؟ نحن السلطة الشرعية، نحن من يمثل الدولة. من السلطة الشرعية؟ الرخوة هي التي خلقت سلطات محلية رخوة. ستجديها هذه الرخاوة موجودة في عدن، موجودة في تعز، موجودة في حضرموت، موجودة في لحج. البلد لا تحتاج على فكرة إلى معونات لوجستية ضخمة من الخارج إذا كنا لدينا الإدارة الكافية لإدارة بلدنا. نحن الآن تدخل من موانئ اليمن تجارة إلى السوق المحلية تفرض عليها ضرائب وجمارك. لدينا مشتقات نفطية تفرض عليها رسوم جمارك وضرائب. لدينا غاز منزلي يوزع. أين تذهب؟ أين تذهب هذه الإيرادات برأيك دكتور فيصل؟ نعم، هذه الإيرادات الآن في ظل هذه الرخاوة للأسف كل طرف يتسابق للنهب. نحن مستمرون في بلد في 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 سياسة النهب العلني، سواء لدى سلطة الانقلاب التي صادرت رواتب الناس من 19، أو لدى السلطة الشرعية التي طبعت أكثر من 400 مليار ولم تصرف رواتب الناس. هؤلاء لا يخجلون للأسف. كيف يقر لهم جفن والناس خلال 10 أشهر بدون رواتب؟ عليهم التزامات صحية، أسرية، معيشية، جامعية أو طلابية لأبنائهم، ولكنهم تركوا هكذا عبثا. نسمع تصريحات مخجلة من رئيس حكومة ومن مستشاريه الإعلاميين بأنه تعز تم صرف الرواتب، والآن هو شهر واحد من 10 أشهر يتم صرف راتب واحد، وتوضع هذه الضجة الإعلامية بأن تعز صرفت الرواتب. طيب أنت كحكومة شرعية وسلطة شرعية عندما قررت أن تنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ألم تلتزم أمام العالم وأمام المواطن اليمني بأنك مسؤول عن صرف رواتب جميع اليمنيين؟ هل الناس في الحديدة وإيب والمحيونيت وحقة وصعدة و هؤلاء أولاد خالة، هل هم أجانب؟ هل هم غزاة يعني أحباش؟ أنت تستمر في صرف رواتب مناطق جنوبية شهرا بشهر، وتمنع عن هؤلاء الناس الملايين
صرف احتياجاتهم من الإغاثة ومن الرواتب ومن الأمن ومن تنظيم ومن سرعة الحسم. لماذا تعيش تعز في سجن كبير داخل حصار مرضى عنه؟ يعني مرضى عنه من الطرفين، وكأن هناك تنسيق لأن تبقى تعز في إطار هذا السجن، لا نستطيع الخروج منها ولا نستطيع الدخول إليها، وهم يعلمون ذلك. يعني هل عجزوا؟ عجز التحالف وعجز الألوية العسكرية أن تفتح منافذ لتعز حتى تتنفس وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي؟ يعني هي محرومة ليس فقط من احتياجاتها، أيضا محرومة من قدرة الناس على الحركة فيها، فهي تحولت إلى سجن بمعنى الكلمة للسجن. نعم. وهم يدركون ذلك، وأين موقفهم من هذا؟ سواء السلطة الشرعية في الرياض وفي والحكومة أو السلطة المحلية التي فقط تتفرغ لفرض الأتاوات لمصادرة أموال إلى جهات غير معلومة. نعم. نحن تحدثنا سابقا بأنه كان يفترض أن يكون هناك فرع بنك مركزي وهناك حساب حكومي تودع فيها كل ما يفرض على المواطنين. في تعز لا يوجد مكتب جوازات، هذا سيدر على 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 السلطة المحلية أموالا. لا توجد بطائق شخصية، هذه ستدر على السلطة المحلية أموالا. لا يوجد مكتب جمارك، هذه إدارة ستدر على السلطة المحلية أموالا. فقط هناك أتاوات تفرض على التجار، على أصحاب المحلات، على كل إنسان قادر على العمل نعم قدر الإمكان، نعم، ولجهات غير معلومة واتجاه قنوات صرف أيضا غير هذا معلومة. هذا السؤال ينبغي أن يوجه لمن يمارس السلطة المحلية في الميدان. نعم، ونحن كنا قد حضرنا الكثير من الأسئلة دكتور فيصل في هذا الخصوص، وأسئلة تفصيلية كثيرة حول إيرادات المحافظة وقنوات صرفها وكثير من إجراءات الفساد أو ما يمكن وصفها بإجراءات فساد وفشل إداري في المحافظة، كنا حضرناها لي يعني وكيل المحافظة يعني، لكن للأسف هو ليس موجود الآن للرد عليها، ولذلك نحن نناقشها معكم. يعني أستاذ وسام، ألا تعتقد بأن الحديث بأن المشكلة كبيرة، يعني مشكلة إقليمية ومشكلة تتعلق بالثورة والثورة المضادة، وهذا يعني الحديث على هذا المستوى ربما يعفي السلطة المحلية في تعز المسؤوليات، يعني ويعتبروا أنفسهم مجرد ضحايا لهذه السياسة الفاشلة المتعلقة بسياسة الحكومة الشرعية بشكل عام والتحالف يعني بشكل عام؟ طبعا لا يوجد طرف أو قوى سياسية أو سلطة معفية من القيام بدورها في الوضع الراهن. المسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون قانونية. لكن ونحن يعني نوصف المشهد بأن هناك قوى داخلية وخارجية من مصلحتها أن يتسرب البلد إلى أحضان المجهول خدمة للثورة المضادة وعقابا لتعز على دورها في الثورة. يجب أن نبحث عن من الطرف المسؤول. بالنسبة لتعز، أصبحت الآن آخر محافظة تتواجد فيها مساحة سياسية، رغم الانفلات الأمني، رغم الحرب والقصف والحصار والكوليرا وتوقف الرواتب، لا تزال المحافظة الوحيدة التي فيها عمل سياسي، وهذا ليس لحسن الحظ، أعتقد أنه لسوء الحظ. تعز بالنسبة لتعز، ثقافة تعز ثقافة الدولة، ومع ذلك الدولة فيها تنهار، مؤسسة الدولة منهارة تماما. إذا من المسؤول؟ أعتقد أن المسؤول إذا وجد مسؤول أو نقدر أن نلقي عليه، إذا وجد طرف نستطيع أن نلقي عليه بالقدر الأكبر من المسؤولية، فهو القوى السياسية التي لا تزال فاعلة داخل تعز. لماذا وسام، لماذا تعتقد بأن الأحزاب السياسية في تعز لم تعد تقوم بالدور الذي يعني كان متوقع أو يعني مرتقب منها؟ وتعز أنت تحدثت عن أنها حاملة لمشروع الثورة ومشروع والمشروع الوطني بشكل عام، أين ذهبت قوى الثورة والقوى الوطنية في تعز لإنقاذ يعني المدينة والمحافظة ما هي فيه؟
هو هذه الأحزاب الفاعلة الآن، ونستطيع أن نقول أن الأحزاب المتواجدة الآن داخل تعز هي الحزب الناصري، الحزب الإصلاح، الحزب الاشتراكي. ما عدا ذلك هناك جماعات مسلحة تتبع هذا الطرف أو ذاك، أو جماعات مسلحة تتبع قوى ليس لها علاقة بالسياسة. طيب ما الذي يحدث إذا تقوم هذه الأحزاب بدورها؟ هذه الأحزاب كانت قد ورثت تلك ثقيلة. أولا هي جزء من 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 منظومة ثقافية، يعني جزء من منظومة ثقافية ضمن تلك سلطة علي عبد الله صالح 33 سنة. هذا واحد. الثاني هذه الأحزاب ورثت مشاحنات وضغائن وصراعات سنوية وصراعات حقيرة من أيام خلال الفترة الانتقالية. عندما اندلعت الحرب كانت أزمة الثقة بين هذه الأحزاب قد وصلت إلى ذروتها. لذلك ذهب كل طرف من طريق مختلف لتأييد المقاومة أو لدعمها ومساندة الشرعية. مثلا ستلاحظ أن هناك أطراف مقربة من هادي وأطراف مستبعدة، أطراف مقربة من التحالف وأطراف مستبعدة. يعني لا توجد رؤية موحدة لهذه الأحزاب. والمؤسف جدا بل والمخجل أن هذه الأحزاب أصبحت أو أصبح معظمها أو معظم قياداتها وكوادرها أصبحت تدار بالريموت كنترول وتقوم بأدوار رخيصة لصالح أطراف لا تريد لا للبلد ولا للتعز أي خير. مثلا طبعا هناك أدوار مشبوهة وهناك برضو تقصير وهناك تعاسة أصبحت عليها هذه الأحزاب. لن نتحدث عن الأدوار المشبوهة لكن سنتحدث عن البؤس الذي أصبحت عليه السياسة في تعز. مثلا هناك صراع على ملف الإغاثة من 8 أشهر. تصوري توقفت الرواتب في الشهر الأول، كانت الإغاثة تدخل إلى تعز بشكل لا بأس به، تم فتح منفذ الضباب، تدفق الناس إلى تعز، زاد عدد الناس، زادت احتياجاتهم، توقفت الرواتب لتتوقف الإغاثة. بعد أشهر ما الذي حدث؟ نكتشف أن هناك صراع تقوده أطراف في الناصري مع أطراف في الإصلاح. هذا مستوى. طيب لماذا تتصارعون عن الإغاثة والناس يموتون من الجوع؟ يعني أين مسؤوليتكم؟ طيب الحزب الاشتراكي يسند له مواقع مؤسسات ومكاتب إيرادية داخل المحافظة دون أن يكون هناك رؤية واضحة تخاطب المجتمع. طيب يعني أصبحت الأحزاب أمام موظفين أو يعني إداريين بالقطعة. ما هي رؤيتك لتفعيل الموارد لكي تشرك المجتمع؟ مشكلتنا في تعز أن الأحزاب هذه حاولت أن تستبعد المجتمع، حاولت أن تقود عمل منفرد ومشتت وغير مخطط له. يعني لو حددت استراتيجية للموارد بأننا نحن هذه الموارد سنجمعها من أجل الأمن، حفظ الأمن، من أجل إنشاء جهاز أمني، من أجل تفعيل القضاء، من أجل الصحة، من أجل نعم النظافة. نعم وسام، إذن وضحت الفكرة وسام. يعني الدكتور فيصل يبدو أنه من خلال طرح وسام بأنه أيضا القوى الوطنية أو القوى السياسية في تعز أصبحت هي الأخرى عبء على المحافظة إلى جانب عبء السلطة المحلية يعني التنفيذية بعبارة أدق. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد يعني في الوقت الذي يعني ينتظر الناس من المنقذ أن يكون هو يعني هو المخلص لهم من هذا المشهد ومن مشهد الفساد والعبث والفشل الإداري؟ تنخرط هذه الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ضمن هذه الموجة وتدخل ضمن محاصصات وقضايا يعني ضمن هذا العبث الحاصل في تعز. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد وكيف يمكن تفكيكه؟ لو تتذكرين في مقابلة سابقة أنا كنت أبديت رأيا واضحا في هذا الموضوع بأنه عدم قدرة القوى السياسية على الضغط على السلطة الشرعية صنعت رخاوة سياسية في مصدر القرار، في صناعة مصدر القرار. ولكن بعد مراجعة
لأداء السلطة الشرعية وخاصة الرئيس عبد الرب منصور وحكومته، نستطيع أن نؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القوى السياسية أضعف من أن تبني موقفا إيجابيا. لماذا؟ بسبب غياب الاستجابة السياسية من السلطة الشرعية. يعني السلطة الشرعية طريقة صناعة القرار طريقة غريبة وعجيبة. أولا تعمد إلى تعيين أناس في مفاصل السلطة هم موضع شبهة، تعين أناس هم متنقلين ومقافزين من سلطة الحزب الذي ثار عليه الشعب وأصبحوا ضمن دائرة السلطة الشرعية. كيف نستطيع أن نأمن على الانتقال الآمن عبر هؤلاء الشخصيات المشبوهة؟ كذلك السلطة الشرعية التي تصدر القرار لم تعمل اعتبار للشباب ولا لرجال الثورة ولا للمنظومة الوطنية شيئا، وإنما ظلت تعيد تدوير أدوات الفساد بنفس الآلية التي كان يشتغل عليها النظام السابق. وبالتالي القوى السياسية أصبحت غير فعالة بما أن الاستجابة من السلطة الشرعية شبه منعدمة. لكن دكتور فيصل، هنا الواقع يقول ربما عكس ذلك. دكتور فيصل، في هذه الجزئية الواقع ربما يقول العكس، هناك انخراط كبير للقوى السياسية في المحافظة ضمن تشكيلة السلطة، سواء السلطة المدنية في المحافظة أو حتى ضمن تشكيلة الجيش. يعني أصبحت هذه القوى جزء من القرار السياسي في المحافظة، ومع ذلك لا نجد لها موقفا إيجابيا كما ينبغي. لماذا برأيك؟ القوى السياسية في نهاية الأمر هي نتاج منظومة سياسية فاسدة. يعني هذه الأحزاب نشأت بعد الوحدة في عام 1990 لتعمل وفق القانون وفي ظل سلطة نظام تمت الثورة عليه. هؤلاء الناس يعني هم نتاج هذا الفساد. هل السلطة الشرعية استطاعت أن تنظف المشهد الفاسد لاستبدالهم بشخصيات قادرة على الأداء الوطني الجيد؟ لا يوجد. لكن حتى دكتور فيصل، حتى من تم تغييرهم، القوى السياسية يعني متناغمة، القوى السياسية للأسف متناغمة. نعم. بهذا الفساد مع سلطة فاسدة. نعم دكتور فيصل، هناك يعني تم رصد عدد من القرارات التي تم اتخاذها بتغيير عدد من يعني المسؤولين في السلطة المحلية في تعز، غير أن هذه القرارات تم إلغائها بقرارات أخرى من السلطة التنفيذية الموجودة الآن في تعز ممثلة بوكيل المحافظة، وتعيين آخرين بقرارات من قبله وبمخالفة صريحة للقانون. يعني إذا أصبحت تعيين أشخاص يمكن يعني إزاحتهم بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، يعني ما الحل إذن؟ جيد، من هذا العبث يتم؟ هذا العبث يتم بمرأة ومسمع صانع القرار. من عين المعمري وعارف جامل والإدارة المحلية؟ أليس مصدر صانع القرار في سلطة شرعية؟ عندما يرى مثل هذا الفساد وهذا التجاوز، أليس هو المسؤول عن تغييرهم واستبدالهم؟ المعمري عندما غادر المدينة خلق فراغا، فأصبح عارف جامل يلعب في هذا الفراغ. نعم، في هذه الجزئية، في هذه الجزئية غياب المحافظ. نعم دكتور فيصل، سأعود لك في غياب المحافظ عن المحافظة وسام، إلى أي درجة باعتقادك أثر على المشهد في المحافظة وعلى توسيع فجوة المشاكل والاختلالات الموجودة فيها؟ الحديث عن سلطة رسمية، طبعا أنا أختلف كثير عن توصيفات هذه القائمة. الحديث عن سلطة رسمية في ظل وضع حرب هو حديث عبثي. ماذا سيعمل محافظ؟ ماذا سيعمل مدير أمن؟ ينتظر ميزانية أن تأتي من مدري من؟ الكلام الذي طرح من البداية لإدارة وضع تعز أو لإدارة وضع البلد أو لإدارة أن تقوم قوى ثورة فبراير أن تتصدى لدورها من اللحظة الأولى. الشعب بادر وحمل السلاح، وهذا ما كان مطلوب منه.
لكن الشعب ليس قادرا على تنظيم نفسه، ليس قادرا على فرض سلطته. يفترض كان أن تقام داخل تعز سلطة شعبية واضحة وديمقراطية، ويتم إنشاء مجالس مدنية ولجان شعبية أو مجالس، وحتى مجالس قرى في القرى تقوم بحفظ الأمن وإدارة مصالح الناس. اليوم يعني إذا كان وضعنا في البلد، نحن دولة متخلفة ونحن دولة، إذا كان بالوضع الطبيعي لا نقدر نحفظ الأمن في مساحة صغيرة، كيف سنعمل في وقت الحرب؟ الحديث عن وجود محافظ أو عدم وجوده هو حديث عبثي، لكن الحديث أيضا عن تجاوزات عارف جامل ليس حديث، ليست مسألة عفوية. مثلا خذي مثال أن المسؤول الثاني في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تم تعيينه من قبل عارف جامل مديرا لصندوق النظافة في تعز، وقبل به القرار وهو يعرف أنه غير شرعي ولا زال يمارس مهامه. لماذا أتكلم عن التنظيم؟ التنظيم الناصري لأنه أول وأكثر من أدوشنا بالحديث عن عودة الدولة، وبالحديث عن وجود ضرورة للجيش الوطني، وبالحديث عن أننا لا نحتاج على المقاومة، وأنه لابد أن يتم إلغاء باقي المسميات. والآن يراد للحرب أن تصبح بين جيش عبد ربه منصور هادي وبين الحوثي وصالح، كمقدمة لكي يتم مصادرة المشهد لصالح تسوية لا يكون الشعب حاضر فيها. طيب وسام، يعني أنت تتحدث الآن بأنه الخيار كان ينبغي أن يتجه نحو تشكيل لجان شعبية أو قوى شعبية كما أسميتها، نعم، أو سلطة شعبية من قوى فبراير. نحن الآن نتحدث عن قوى فبراير التي انخرطت الآن في هذه المعمعة من الناصري والاشتراكي والإصلاح، هم قوى فبراير إلى جانب طبعا الشباب المستقلين. على ماذا نعول؟ يعني ما هو الحل؟ كيف يمكن أن نتصور حل من هذه القوى التي فشلت في إدارة تعز ضمن مؤسسة الدولة؟ كيف يمكن أن لها أن تنجح في ظل يعني قوى شعبية كما أسميتها أو سلطة شعبية؟ يعني أقصد، ألا ترى أن هذا المقترح غير واقعي؟ بقول لك، نحن اليوم طبعا الغير الواقعي أن البلاد التي ثارت، أن الناس اللي قدموا التضحيات الكبيرة، وتعز التي عانت أكثر من عامين والحصار وكذا، أنها تذهب في النهاية لصالح تسوية حقيرة تنال من أحلام اليمنيين من تضحياتهم. هذا الغير واقعي والذي يبدو أننا ذاهبون إليه. لكن أن الناس تبادر وتتحمل مسؤوليته فهذا واقعي جدا. هذه الأحزاب طبعا عندما انخرطت في فعل المقاومة انخرطت بدون رؤية واضحة. صحيح. المشهد ارتبك بسرعة بعد دخول الحوثي إلى صنعاء، وكانت الأحزاب تعاني من أزمة ثقة فيما بينها، لم تحاول أن تجلس مع بعضها وتنتج رؤية على الأقل تكون مقبولة، تتفق فيما بينها على تحييد مصالح الناس وإدارة المعركة بشكل بشكل لا لا يؤدي بنا إلى هذا المآل. لكن ما حدث عندما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في المعركة، هناك من اعتقد أن اللعبة تغيرت لصالحه، وخصوصا من كان مستهدف، وهناك من رآها أنها فرصة للتربح، وهناك من رآها أنها كل واحد حسبها من منظوره، ولم يحسبوا التدخل أو الحرب من منظور اليمنيين. إذا هذه قوى انتهازية أسامة، ليست قوى وطنية. إذا اتفقنا أنها قوى انتهازية، لكن يبقى أن قواعد هذه الأحزاب وجماهيره هي جزء من أبناء هذا الشعب، وهي جزء أصيل من قوى ثورات فبراير. إذا واجبنا نحن الآن في هذه المرحلة، ونحن نعرف لعلمي من يقاتلون في الجبهات، هم أنقى شباب تعز وأروعهم، وهم صحيح. شباب ثورة فبراير. نعم. وكل يوم نستشهد مجموعة منهم ونتألم كثير لذلك، لكن أنا نعرف أن هذه ضريبة الدفاع عن الثورة والدفاع عن الحلم. بمعنى أن المجتمع اليوم لا يزال حاضر بقوة، رغم محاولة إنهاكه ومحاولة معاقبته، لكن لا يزال حاضر بقوة. والمطلوب اليوم مطلوب وجود عمل نقدي
داخل هذه الأحزاب، وأن تتبلور أصوات جديدة وقيادات جديدة تأخذ على عاتقها قيادة المشهد، لأن القيادات التي الآن على المسرح هي قيادات أصبحت لها حساباتها وأصبحت انتهازية وأدائها مقبل، ولا يمكن أن تأتي أن تخرجنا إلى طريق محدد. لكن هناك القوى النزيهة، يعني والمسألة هي ليست مسألة أشخاص، في النهاية ليست مسألة أشخاص، لو حضرت رؤية واضحة فالناس كلهم سيكونون عند مستوى الموقف وعند مستوى المرحلة. نعم، إذن المشكلة ليست مشكلة أشخاص وإنما مشكلة رؤية سياسية مشتركة لم تتبلور بعد. دكتور فيصل، برأيك ما هي الجهة التي يمكن أن تبلور هذا المشروع، وهل فعلا تعز ينقصها رؤية أو مشروع مشترك سياسي ربما تلتف حوله القوى الوطنية وتمضي بتعز إلى حيث يريد لها أبنائها، يعني بحجم تضحيات أبنائها أو تقديرا حتى للتضحيات أنبل الناس الموجودين الآن في الجبهات، يعني مقاتلين وشهداء وجرحى؟ لن تستطيع تعز أن تنكز عملا ثوريا بدون دعم من السلطة الشرعية، لأنه أي خروج عن السلطة الشرعية سيعتبر هذا العمل تمرد كما حصل المجلس السياسي في عدن. نحن إلى الآن نشكو ونئن من الفراغ الذي يهدد اليمن، الثقب الأسود. من صنع الفراغ على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظات؟ للأسف التحالف يلعب في هذا الفراغ. الذين يمارسون الاختلال الأمنية يلعبون في هذا الفراغ. الفساد المالي والسياسي أيضا يشتغل ضمن هذا الفراغ. السلطة الشرعية صنعت هذا الفراغ، تركت فراغا للتحالف باللعب دون أن تكون صاحبة قرار في مسار الحرب وفي مسار البناء والإعمار. إذن إذا 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 انتفض الشعب أو انتفض المجتمع الثوري داخل تعز أو داخل أي محافظة، محتاج إلى سند شرعي، إلى سند السلطة حتى يكون امتدادا لها لا متمردا عليها، حتى لا نكرر الانقسامة الداخلية التي تضعف ما هو أضعف. الشباب نعم، والأحزاب فكرة والمجتمع فكرة المدني وجزئية مهمة دكتور فيصل. نعم يعني وسام، هذه الجزئية ومتلازمة الشرعية والسلطة الشرعية والغطاء الشرعي لأي عمل سياسي أو ثوري في الساحة، كيف يمكن أن يتخلص منه اليمنيون في ظل الأداء المترهل والسيء جدا للسلطة الشرعية؟ كيف يمكن تحقيق ما قلته أنت مثلا في مقترحك الآن في ظل غياب هذا السند أو الغطاء الشرعي؟ لنحدد نقطة انطلاق، ما الذي يجمعنا بالشرعية كنقطة أولى؟ النقطة الأولى الذي يجمعنا بالشرعية هو وجود انقلاب. نحن نوصفه كقوة ثورية بأنها ثورة مضادة على ثورة فبراير، وهم يوصفوه بأنه انقلاب، ونحن لسنا مختلفين في التوصيف. إذن عندما نحن نبادر إلى إقامة سلطة شعبية في مكان لا توجد فيه سلطة، لا تستطيع السلطة الشرعية أن تصل إليه، لا تستطيع السلطة الشرعية إدارته، لا تستطيع الفساد يعني لا يمنعها، الخلايا يعني خلايا النظام القديم، بلاطقة النظام، يعني نحن عندما نبادر هنا لا يمكن أن نكون نحن ضد السلطة الشرعية أصلا، نحن هنا امتداد لثورتنا التي جاءت بهذه السلطة الشرعية، نحن هنا في مواجهة الثورة المضادة التي تمثل انقلاب على السلطة الشرعية التي نحن نعمل إلى جانبها، ولسنا بحاجة إلى مصادمة مع السلطة الشرعية أو إعلان التمرد عليها أو استدعاء شعارات مناطقية أو كذا. يفترض فقط أن تنتج الأحزاب، هذه الأحزاب أن تنتج رؤية ثورية مشتركة وتكون جبهة عريضة لمواجهة الوضع القائم، وإلا سيقع الفاس في الرأس وستكون هذه القوى أول ضحية، بل هي الآن أصبحت ضحية فعلا. يعني عندما تشاهدين كيف يستهدف مدراء مكاتب الحزب الاشتراكي في تعز من قبل عارف دامل ومن قبل قوى أخرى، ف
سترفين للحال. عندنا تشاهدين كيف يتم استهداف الإصلاح في تعز من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ستعرفين أن الأمر غير بريء وغير عفوي. لذلك من يقف وراء هذا العمل غير العفوي أسام؟ لم أسمع. ألو؟ نعم أسام، من يقف وراء هذا العمل الممنهج وغير العفوي؟ دون أن ندخل في تفاصيل من يقف، لكن لنرى لصالح من يصب في الأصل. هذا عمل لصالح من يصب. لصالح من؟ بمعنى لصالح الثورة المضادة، لصالح أطراف الثورة المضادة، ولصالح أطراف خارجية لا تريد للبلد أن تتعافى وتلملم شتاته وتمضي نحو الأمام. يعني تعز الآن لعام ونصف في الحرب، ونحن نعرف من يعرقل المعركة. يعني هناك في تعز قوات تستطيع أن تحرر المحافظة في أسبوع، لكن هناك توجيهات وهناك تفاصيل وهناك قوى أصبحت تعمل لصالح أطراف هنا وأطراف هنا. لذلك في ظل هذا المشهد لا يمكن أن تصنع شيء ما لم تتوحد القوى السياسية وتكون جبهة عريضة وفق رؤية مشتركة وموحدة، ووفق رؤية أيضا تنظر إلى إمكانية المجتمع. ما الذي يتيحه إمكانية المجتمع؟ المجتمع اليوم لا يزال خارج الصراع. يعني المجتمع ككتلة كبيرة وعريضة، صحيح أن هناك حاضنة شعبية قوية للمقاومة الشعبية والجيش الوطني، لكن المجتمع يستطيع أن يقدم دور أكبر من ذلك. هل لا زال لديك أمل وسام؟ هل لا زلت متفائل؟ بالطبع سيبقى لدي أمل، بالطبع، لأن تعز صنعت الثورة، وكنا في مرحلة قبل اندلاع المقاومة كانت الأزمة في تعز قد وصلت إلى ذروتها، الصراع مع شوقي هايل وانتشار الحوثيين وتسخيخ الحياة السياسية باستقطاب عدد من القيادات السياسية وشباب الأحزاب، وهذا الوضع الذي كان قد أصبحت تعز مفخخة. ومع ذلك في لحظة حرجة خرج الناس وواجهوا الرصاص بصدور عالية، وتكونت مقاومة شعبية من تقريبا من 400 جندي في اللواء 35 وكبرت. نعم فعلا، ربما فعلا المشهد الآن أصبح أكثر تنظيما يعني على المستوى العسكري والمدني، برغم أيضا كل هذه المشاكل. ربما هو النقاش للتقييم ولإنجاز المعركة بشكل يعني أسرع وبأقل التضحيات. دكتور فيصل، يعني سؤال أخير، رغم هذا الخذلان والتباطؤ في إنجاز المعركة والمشاكل أيضا الإدارية الموجودة في تعز وأيضا الأداء السياسي الضعيف للقوى السياسية في تعز، أين تقف تعز الآن؟ يعني هل لا زال هناك أمل في أن تتجاوز تعز هذه المراوحة وهذه المحنة التي تعيشها؟ الأمل قائم، وتعز لن تسلم الراية إطلاقا مهما كانت الضغوط ومهما كانت التكاليف الباهظة عليها. تعز قامت بالثورة وطحنتها الثورة أيضا، لأنها لم تتحمل تبعات نفسها كمنطقة فقط، ولكنها تحملت تبعات استعادة الدولة على المستوى الوطني. لو سلمت تعز الراية البيضاء لكانت الدولة في خبر كان، والسلطة الشرعية في خبر كان. ظلت تعز شوكة الميزان برفض الانقلاب وبأمل استعادة الدولة، ولكن هذه الاستعادة بالتأكيد لن تكون بدون هذه الأثمان الباهظة. أنا فقط أتمنى، وهذه اسمحي لي بهذه العجالة، ألا نحمل الأستاذ عارف جامل كل تبعات ما يجري في تعز. الرجل يشتغل في فراغ ويشتغل بقدراته الذي يعمل فيها. المحافظ المعمري كان عليه أن يكون حاضراً باعتباره الرجل الأول في تعز، وأنا متأكد بأنه لو اجتمع مع عارف جامل والوكلاء لعملوا عملاً إيجابياً يفيد تعز بشكل أفضل.
نعم صحيح، وكنا نتمنى أيضا أن يكون معنا اليوم يعني الأستاذ عارف جامل لفتح هذا الملف معه، ربما كنا نسمع يعني إجابات يعني ترد على كثير من تساؤلات الناس واستفهاماتهم حول كثير من القضايا والمشاكل الموجودة في تعز. نأمل أن يكون معنا في حلقة قادمة. في الختام أشكركم أعزائي المشاهدين، وأشكر ضيفي الكريمين، كان معنا من تعز الدكتور فيصل الحذيفي عبر الأقمار الصناعية، وأيضا عبر الهاتف كان معنا الصحفي وسام محمد، تقبلوا تحياتي في الختام، ومنتج البرنامج كمال حيدر وكافة الطاقم الفني للبرنامج. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.